والسلام عليكم، كيداير لاباس؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. غندير معكم امتي ساندويتش ديال الكفته. غنجيبو هنا عندنا الزيت البلديه، عفوا شويه ديال الزيت، وهنا غادي نديرو الزيت، يعني ما نديروش واحد لا كونتيتي كبيره، الزيت الروميه ولا ديال الكولزا ولا اللي كان. تنديرو البصله ديالنا، هنا عندنا ثومة، تنحركو الثومة والبصلة، يعني الساندويتش خفيف دغيا تيجي رائع. تنضيفو الملحة، هنا عندنا الكفتة تاهي تنضيفوها، تنخليو هاد الكفتة حتى تنزل لنا مع هاد البصلة، وعاد غنزيدو العطرية ديالنا. كنديرو الفلفلة حمرا، عفوا هنا كنديرو الخرقوم، وهنا عندنا سكنج عفوا الإبزار، تخلط ليا الإبزار مع سكنجبير، شوية ديال الكمون، شويه نتاع الكمون، وغادي نحركو. ودابا تتبقى هكا يعني طايبه مزيان، وتنعمرو بها ان شاء الله. ودابا من بعد ما طابنا هذا الشيء ان شاء الله بحول الله، انا درت عجوج ديال يعني جوج ديال الساندويتشات. هنا عندنا شويه ديال المطيشه، هنا عندنا الزيتون، هنا غادي نضيفو لا سلطة خضراء، وهنا يعني هذا هو السر اللي تيجيبو الصراحه زوين ديما هاد لي ساندويتش. انا تيعجبني هاد الفرماج، هذا تنسميوه كما تنقول ديما الفرماج ديال الترك، هنا تيتباع تيدار في الكباب ديال الترك اللي ما كاينش يعني ما موفرش عنده كما تنقولوا ديما، يعني يتفاده ما يديروش ماشي مشكل. وهنا عندنا الهريسه، غادي نديرو الهريسه في الساندويتش باسكو كاين اللي ما تياكلش الحر ما يديرهاش، يعني كل واحد أولو شوا ديالو. غادي نديرو الهريسه هي الاول، هنا الاول يعني تنديرو الهريسه كما قلت لكم، تنفرشو الهريسه هي الاولى. الا قفرت هدرت بزاف ديال الهريسه ماشي مشكل، المهم تتجي بنينه الصراحه. تنضيفو يعني الكفته ديالنا مور الهريسه، ومن بعد غنضيفو الفروماج، يعني تيجي هكا. دابا غادي نضيفو الزيتون، درنا مطيشة كما قلت لكم، يعني تنديرو مطيشة ولا سلطة فيغ، يعني تيجي بهاد الطريقة تيجي زوين، وجربوا هاد الطريقة ما كاينش بحالها. انا ضفت شوية ديال الكفتة حيت بقات لي زايدة ضفتها، وبالصحة والراحة.